أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
I
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله فتقبل نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا فتقبلها ربها
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله.